حلال. شوفي اللمبة لساتها عم تهز، شوفي ما عم تهز اللمبة. لك شلون ما عم تهز؟ هي كانت عم تهز بس بدك اياها تستناكي لحتى تشوفيها. يا سيدي الحمد لله على السلامة، يبعث لي حمى، المهم ما صار لك شيء تقبرني، تعا كلنا الأكلة. يا ساتر يا ساتر، الله يستر. تعا حبيبي تعا، الله يستر. تعا يا قلبي تعا، خذيني مني. يلا يا قلبي. ما عاد فيي رجلين. ما عاد حبيبي. شو بتحب تخبرني؟ تفضل. هذه الهزة تمهيد. أيوة. لأنه الهزة الكبيرة بكرة بدها تجي. شو عرفك إنه بده يجي هزة كبيرة بكرة؟ لك هيك مكتوب بالجريدة، إنه الهزة الكبيرة يسبقها عدة هزات صغيرة ويلحقها عدة هزات صغيرة أخرى. شفي الله يخلي، خليني كمل أكلي. ماشي كملي كملي أكلي. خلص خلص خلص. يا ساتر. هزة هزة هزة، حسيتي هزة؟ كمان هزة؟ إيه هزة. ما حسيتي؟ لا ما مرت عمي. لك عدمك مرت عمك انت وزهرة، مين دافع لكم حتى كل شوي بتنقذوني؟ حسيتي على الهزة؟ هزت شو؟ الهزة الأرضية اللي صارت. الأرض هزت؟ ايه هزت. أكيد أكيد نجم أبو ديل، أكيد نجم أبو ديل. ليش شو نجم أبو ديل؟ بيكون مشح الأرض مشح، بس ربك حميد ما صابه، الحمد لله اللي ما صابه. أنت شو عرفك إنه ما صابه؟ لك لو كان صابه كنا سمعنا الطشة، زمطنا زمطنا الحمد لله. لا تفضحنا، ناقصتك أنا، روح. هزت هزت هزت. بديح زهرة بديح. ولك ايه؟ حسيتي على الهزة؟ ما حسينا على شيء. طيب بديح حس على الهزة؟ بديح عم يهز خلقه. لك يا جماعة يا جماعة، هي الأرض، الأرض يعني معقول الأرض تهز وأنا لحالي حس؟ أهلين هاني. هاني حسيت على الهزة الأرضية اللي صارت؟ ما حسيت بس سمعتها بالأخبار. بالأخبار بالأخبار. تعال 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 غادة تعال. إيه الهواء؟ حكي لها حكي لها لغادة. شوفي كمان هزة. شو بدي أحكي لها؟ أحكي لها عن الهزة اللي سمعتها بالأخبار. شو بقى مبهوج؟ هن كل يوم بصير عندهم 3-4 هزات، بعدين كلها 3 درجات. عندهم؟ يعني عن مين قصدك؟ باليابان. أنا ما عم بحكي عن اليابان، أنا عم بحكي عن الهزة الأرضية اللي صارت هون، حسيت عليها ولا ما حسيت عليها؟ صار عندنا هزة أرضية؟ إيه صارت. قوية؟ قوية كتير 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 كتير. قديه يعني؟ هيك يعني، حسيت عليها؟ ما صار، لو صار كنت أنا هزيت كمان أكتر منك، لأنه أنا هاني مخي يلا. لك شو هالشعب ها؟ شو هالشعب ها؟ معقول ما حدا يحس غيري؟ ايوه اهلين هاني اهلين. فوت فوت هاني. شلونك عمي ابو حمزه؟ منيح. امي وعمي وانا ومرتي كنا قاعدين عم نحكي بسيرتك، فاتخذنا قرارا بالاجماع بما انك عزابي. اقعدكم كن جوزوني ها؟ خذوني على الحبس ولا تجوزوني؟ ما بقى لي نفس تشوف مره، يخرب بيتهم النسوان بيعملوا دائما نعرسه. ايه طول بالك، شو بك هجيت؟ نحن اصلا اذا ردنا نجوزك ما منه اي مشروع تاخذك. لك شو قررتوا؟ قررنا ندعمك بالاكل على طول مشان ما تخرب معدتك من طبخك اللي بيهوي، وانا جبت معي نزلت البطاطا ورز مشان اتغدى انا وانت. جيت بوقتك هاني، اساسا هلا انا كنت عم طالع الحبات تبعت قبل الاكل. هي هي ها؟ يلا. وعمي قطمزي هاي الحبايه اخذتها انت مشان شو؟ مشان الضغط هاي. ليش معك ضغط؟ احيانا بصير معي وجع راس، قالوا لي يمكن ها يمكن معك ضغط. وينه هذا؟ ها هاي تبع الضغط. غير حطيتها في تمك مشان شو؟ هي مشان الرمل. بس انت يا عمي قطمتي، يا سمح الله يا سمح الله يا سمح الله، سمع قليل. احيانا بصير معي وجع خاصره، قالوا لي يمكن ها يمكن معك رمل.
وهي اللي عم تبلعها؟ هي هيك تحسبا. تحسبا لايش؟ هي للروماتيزم. ايش لا سمح الله لا سمح الله لا سمح الله يا عمي ابو قنزب، مش معك روماتيزم؟ احيانا بصير معي نوبات. انت قبل ما تصير النوبه بشرب هالمسكن وبلا لي وجعت هالراس. صار لازمهم خلط هدول. انا شوف شلون بخلطهم هاني. شوف يا ولي يخرب بيتك يا هاني. انت شوية مي صار بات اللي في نبيره بتختك هاني. قولي لازم ما كنت اعمل الشغل انه برجع بالعقل. شفت شو رياضي انا هاني؟ ما عندك افهم الدكتور عمي ابو طمزي، نحن اذا صار معنا شيء رح نجي لعندك. لك ما بدي اشيلك هاني. بتروح لعند الصيدلي بتقول له شو وجعك بيعطيك الدواء المناسب. لك شو ها؟ شفطت الاكلات كلياته؟ شو شحي جابه وشحي اكله؟ الحمد لله رب العالمين، ربي طعميتنا من خيرك، لا تحيجنا لحدا غيرك يا رب. ابو طمزي في حاجة.